ما أكثر الأوراق المنسية في حياتنا. وهنا ومع زحمة الأحداث نستخرج تلك الأوراق المنسية ونعلنها لأول مرة مع الكاتب الصحفي عاطف سليمان. صوت العرب من القاهرة يقدم أوراق منسية. منسية. الإخراج سعدي حسين. أحيي مستمعي إذاعة صوت العرب في أرجاء الوطن العربي وفي كل أنحاء العالم. أنا خالد سعد زغلول ابن الشيخ الفدائيين المصريين سعد زغلول فؤاد رحمة الله عليه. كنت نائب رئيس تحرير الأهرام وآخر مدير مكتب باريس قبل ثورة 25 يناير 2011. طبعا كان لي الشرف أنه كنت مندوب الأهرام في قصر الإليزي لمدة 25 سنة. عصرت طبعا 5 رؤساء دول كانوا علامة فارقة في تاريخ الحياة السياسية الفرنسية، ابتداء من الرئيس فرانسوا ميتيران والرئيس جاك شيراك، ثم الرئيس نيكولا ساركوزي، والرئيس فرانسوا أولاند، وأخيرا الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون. طبعا أنا أول ما دخلت مكتب الأهرام في باريس اللي هو كان منارة إعلامية جميلة جدا بقيادة شريف شوباشي، بس طبعا لقيت ناس كتير أوي مهمة جدا وأقدم مني زي الدكتور سعيد اللوندي والأستاذ ضياء رشوان، وكان الدكتور أحمد يوسف، وكان عيسى أحمد، وكان وليد عباس، وكان الدكتور هشام مراد، وناس كبار جدا صحفيين وناس لا أتذكرهم. تقريبا كنا 14 شخص وأنا كنت شاب صغير، فعشان أكتب اسمي صعب جدا، وخصوصا سعيد لوندي قعد 10 سنين عشان اسمه يطلع، أحمد يوسف 15 سنة عشان اسمه يطلع. فأنا قلت لا، إزاي أنا لسه متجوز جديد وعايز أدخل، لازم اسمي يطلع بسرعة. ففكرت انه لازم اعمل حوارات، لان انا لو اكتب تحليل سياسي فقلت لازم اعمل حوار مع شخص مهم، والشخص المهم ده هيكبر اسمي معاه وهكذا. فاول سنة عملت تقريبا فوق 70 حوار مع رئيس دولة وملك ووزير خارجية وامير وحاجة ورئيس وزارة وحاجة كده، خبطت صحفية كبيرة قوي اجبرت شريف شوباشي ان يطلع اسمي، واسمي كان بالمند العريض كمان، ورغم ان انا كنت لسه مبتدئ، لان انا عملت حوارات فرضت، عملت حوارات مع رئيس شراك نفسه، كنت في الإليزيه، فبالتالي اسمي كان بيطلع كتير قوي وكبير جدا، رغم ان كنت عمري 24 25 سنه بالكتير 26، كنت انا معروف جدا وفي الاعلام العربي وخصوصا في فرنسا. طبعا عمرو موسى ما كانش يدي حوارات للناس الجداد، فكان لما اجي اطلب حوار ما يديش حوار، فيدي مثلا الشيخ شوباشي، يدي الدكتور هشام مراد او الناس اللي بقالها سنين في الصحافه. لكن فجاه نشاطي في الامم المتحده شافني مع شراك، شافني وارالي حاجات كتير، شافني مع عرفات، قابلت بطرس غالي في الامم المتحده وعملت حوار معاه كويس جدا، رغم انه صعب جدا كان بطرس غالي في الامم المتحده تعمل معه حوار، لكن كان المواقف الطريفه له انه كان لما يشوفني يقول لي اهلا بالزميل. فطبعا زميل ايه ده، انا لسه مبتدئ؟ لا، هو بالنسبه له اي واحد من الاهرام زميل، لان هو كان في مؤسس مجله السياسه الدوليه في الاهرام، وانا كنت بكتب طبعا في السياسه الدوليه، وكان بيقرا كويس جدا، فبالتالي كان بيختار بعض الناس. لما شافني نشيط جدا فعمرو موسى بقى هو اللي يجي لمكتب باريس ويسال عليه، وهو كان على فكره ذكي جدا وحازم. المهم فعملت حوارات كتير قوي مع ناس كبار جدا عشان اكبر، وبالتالي الحمد لله كبرت. المواقف الجميلة اللي أنا أتذكرها، كنت عامل حوار مع الفنان المرحوم نور الشريف، طلعته جميل جدا في الأهرام الدولي يوميها عند الشريف شوباشي، فهو بتكلم معاه، فقلت له كان لسه عامل الحاج متولي وكان حاجة ناجحة جدا، فبقول له أنت خلتني أحب أنه أتجوز 4 يعني حاجة جميلة. قال لي أعوذ بالله بعد الشر عليك. ف
فقلت له ليه ده انت اللي خليتنا؟ قالت لا لا، ده الحاج متولي ده يعني اسطوره وده خيال ومش عارف ايه، اوعى تعمل كده بعد الشهر عليك، مفيش حاجه اسمها كده يا عم، ده الستات في مصر كلوا وشي ومش عارف كوسي اتخانقت معايا والكلام ده، مع ان انا بعمل حاجه اجتماعيه ولطيفه. طب ايه رايك بقى في واحد عراقي اتجوز اربعه وهو مليونير يعني، فاتجوز اربعه بعد المسلسل بالظبط، فقال لا ده هو كان عايز كده وخدنا انا حجه وبتاع. كان حاجه جميله قوي. نفس الشيء بالنسبه للمرحوم احمد زكي الله يرحمه، كان جه في باريس وقعدنا في الشانزليزيه نعمل حوار، بس احمد زكي كان من كتر ما هو محبوب، رغم انه هو كان في رحله علاج، كان كل 5 ثواني مش 5 دقائق، 5 ثواني يجي واحد يسلم عليه وتصور معه كله، فكان ما ينفعش كل شويه نقطع التسجيل 50 مره. وبعدين قال لنا طب شوفوا انا هاجي لكم في مكتب باريس. لما جه مكتب باريس كان عندنا ناس سيارات برضو نفس الحكايه. يعني الناس كلها تتصور معاه وتكلمه، كان محبوب جدا، فكان الله يرحمه كان حاجة كويسة. لكن كان بيقول أنا ما بخافش من الموت وأنا راجل يعني رايح لربنا، وتصريحاته في باريس ظهر باريس الواحد يعني واحة من الراحة الإيمانية، والراجل يعني بيقول إنه كان كلامه جميل جدا عن ربنا وعن الرجوع إليه. فتذكر إنه هو قال لي في يوم من الأيام إنه باريس دي حاجة كده مرحلة من مراحل حياته جميلة جدا بالنسبة له، باريس دي حاجة قطعة من الجنة ومش عارف، كان بيكلمني في روحانيات يعني أنا مش فاهم، كان أول مرة حوار بالطريقة دي يطلع. طبعا أوراق المسيح كتيرة جدا، خصوصا مهنة صاحبة الجلالة دي هي مهنة الإثارة ومهنة جميلة جدا، لكن هي صحيح طبعا مهنة متاعب حقيقة، تجلب لصاحبها متاعب كتيرة جدا خصوصا في وطننا العربي. يعني أتذكر يوم الأيام لما كنت رايح ليبيا وكان معايا الطابور وعلى الباسبور مكتوب مدير الأهرام، فقلت بقى خلاص زي أي بلد عربي، أو لما نروح في مصر الواحد يعني يكون مفضل، لأن الصحفيين لهم هي سلطة رابعة في أي دولة متحضرة زي فرنسا ومصر ودول كتيرة. لكن لما رحت ليبيا يوميها فيعني كنت أول الطابور، وكان في واحد وزير مستني برضو في الطابور، كنت فاكر يعني أنه هو أعتقد كان وزير أردني سابق يعني، فمستني في الطابور، فكانت الفرحان قوي أن أنا همر بسرعة وأنا صح في الأهرام وبتاع، فقعد يضحك ما كنتش عارف بيضحك ليه. طبعا الصحفيين لهم معاملة خاصة، المخابرات لازم هم اللي يهتموا بيهم ولازم يراقبوهم عشان إيه ما يكونوش جواسيس أو يكتبوا حاجة أو مش عارف إيه لا تعجب الزعيم يعني، فأنا كنت فضلت آخر واحد يعني. دخلت فطبعا الدول اللي هي فيها حاجات ما فيش ديمقراطية بتكون بيخافوا جدا من الصحفيين عشان المقالات اللي هتتكتب ضدهم أو يكشفوا بعض الحقائق. فهي يعني المهم بقى عدت 2 ساعة الطيارة، طبعا كل اللي في الطيارة طلعوا وطيارات تانية كمان، وأنا لسه مستني لحد ما يجوا ناس من المخابرات عشان إيه يتولوا مراقبتي يعني. فلما وصلت الفندق شفت الوزير الأردني قلت له أنا عرفت دلوقتي بتضحك ليه. خالد سعد زغلول، كنت نائب رئيس تحرير الأهرام وآخر مدير مكتب باريس. أوراق منسية. مع الكاتب الصحفي عاطف سليمان. الإخراج سعدي حسين.